خلاص انا اشيل هذا وانت شيل الثاني. مره مبسوطه من هذه الماده اللي توي اخذتها. شوفين كيف سبحان الله ما شاء الله عاد مريم بالنظر. يا اهلين وسهلين، صباح الخير او مساء الخير حسب توقيتكم. واخيرا ما اصدق رجعت للجيم الحمد لله بعد قطعه طويله. الحمد لله توي خلاص خلصت من الجيم. تخيلوا كنت قاطعة تقريبا حق 3 أسابيع، فصراحة رجعة كانت قوية الحمد لله. A few moments later. أهلين يا حلوين، خرجنا تونا أنا وأخواتي عساس نتعشى كذا. خلاص أنا شيل هذا وأنت شيل الثاني. يس يس. تفضلوا. همبرجيني فرايز هذي. إيه وقت الشاهي بعد أحلى عشوة. 2000 years later. توي وصلت الجامعة. يا صباح الخيرات، إيش هذه الأجواء الحلوة. يلا الحين رايحة المبنى، مو متخيل مو بنفس مبناي، مبنى كلية العلوم، مبنى 43، والله ما أدري وينه. عندي هناك مادة حرة فبروح أشوف أستكشف. يلا let's go. لسه باقي كثير في الكلاس الأول، فبروح أشرب قهوة أفضل. This is my coffee. آيس أمريكان أخذ. يلا على الكلاس، باقي تقريبا 5 دقائق. يا جماعة مرة مبسوطة من هذه المادة اللي توي أخذتها، مادة حرة اسمها أسس تغذية تجنن. أحس كذا مجالي مرة، اللي هي تتكلم عن التغذية والصحة، فمرة كانت جوي وحبيت كذا، كنت يعني أخذ وأعطي مع الدكتورة. صراحة أول مرة أعيش كذا تجربة، يعني شيء خارج عن العلوم. يا ربي جو الجامعة برد موت. خرجت هنا كذا أتدفى شوي بعدين بروح أفطر. أحب كيت كات الجامعة، أحس طعمه غير. سناك لنا الكلاس الجاي بإذن الله. رجعت البيت ونمت أحلى نومات. جتنا أمطار بفضل الله، الله يجعلها يا رب أمطار خير وبركة. شوفين كيف سبحان الله قوة المطرة. 15 minutes later. أهلين، اليوم راح نسوي بانكيك صحي أنا وأختي مريم. طلع صادق. المهم حسوي بانكيك صحي. إيش هذا؟ إيش هذا؟ شوفه. كلمي. هذا شوفان، هذا حليب. حليب، هذا بيكنج بودر، قرفة، عسل. عسل يا عسل. زبادي و... بيضتين، حبتين بيض. يلا لا تقول فرق بيضتين عسل. حبتين بيض أعتقد هي صح عربيا يعني في اللغة. أوكي يلا سوي. هنحط أول شيء طبعا الشوفان. طيب هذه كمية مريم تقول الكبيرة، يعني حق تقريبا ما أدري يمكن 4 أشخاص. أوكي هذه كم يعني شوفان؟ كوب. هنجرب ما أدري إذا هي كمية كبيرة ولا. طيب يلا تجارب بعد. طيب. الشوفان بيكنج بودر.
نخلط طبعا لازم. بعدين هتحط القرفة. ايوه احنا مكثرين قرفة عشان نحبها. بالضبط. آه في ناس حط سكر ستيفيا لك حق الدايت. انا حطينا عسل ملعقة عسل. ما حطينا لسه بنحط. ايه نحط. كذا صح عادي؟ كله كله. كم هذا كم المقدار حق العسل؟ آه ملعقة. اوكي ملعقة عسل. طيب 6 ملاعق زبادي. هذه كمية صح؟ حطي. واحد. حطي. دقيقة. 2. حطي. تمام. نقلب. طبعا معلومة. مريم اختي اشتركت معي بالنادي. شوف بس احنا قاعدين نسوي اكل صحي زي كذا من بعض. نسينا نقول لكم مكون البيض. احنا نسينا صح هو بعد البيض. لا ما حطيناها مع الاشياء. اه ايوه. فكي بالله. ملعقة صغيرة فانيلا. ما شاء الله عاد مريم بالنظر. انت حط ملعقة بس هي انا عندها مقدار من عقلها. تمام. والان اخر خطوة صح؟ يلا حلي. احط كذا جزء ولا كله؟ حطي كله نحتاج كمية اصلا كلها. بسم الله. طيب هذا القوام النهائي. مو خفيف مرة ولا هو ثقيل مرة شايفين؟ طيب الزيت. يلا الحين باخذ ملعقة. بسم الله. يما جد بانت ريحة القرفة صراحة. بخرج الباريز دحين عشان بسوي القهوة. شوفوا هذا شكل البانكيك النهائي. هذه قهوة مريم. صراحة مرة لذيذ بالذات انه يعني صحي. تخيلوا انصح الناس اللي تدور حاجة زي كذا انها تجرب ومرة راح يعجبكم. The next day. خلاص خلصت الكاس الأول الحمد لله. الحين متجهة على الكافيتيريا. بما أنه خلاص خلصت فطوري وكمان كلمت أفنان قبل شوية ولسه باقي وقت، فقررت أني أروح أجدد بطاقتي الجامعية لأنه للآن مكتوب عليها السنة التحضيرية. لي سنتين ما غيرتها فقررت أغيرها الحين. يلا إن شاء الله أقدر. بس ما شاء الله بسرعة غيروها، ما أخذت دقيقة تخيلوا. يلا الحمد لله غيرت. نانو هذه البسة دائما هنا ما تغير مكانها. 2000 years later. اهلا اهلا. خرجت اليوم مع ماما ومريم. الجو يهبل صراحة. وهنا تكون نهاية الفلوج. آخر شيء لا تحرموني من دعمكم واكتبوا لي كمان في الكومنتس لو حابين أضيف أي شيء. أشوفكم بالفلوج الجاي. سلام.